فلم تنتبه إلى أن هذه المنطقة في الساحل والصحراء ليس فقط في ليبيا، إنما في الجزائر، في تونس، في المغرب، في نيجر، في نيجيريا، في مالي. كيف لم تنتبه إلى أن هذه المنطقة قد تحولت إلى بؤرة بتجمع كل الإرهابيين في العالم بيتجمعوا فيها الآن؟ لا، هي ممكن تكون منتبهة يا أستاذ سفير. ده يعني ده وفقا لكلام حضرتك، ده معنى تاني بقى احنا ممكن نوصله انه ده ممكن يكون مخطط؟ نعم، هو كان هناك بعض الدراسات من ما يقرب من 20 سنة انه احدى وسائل مقاومة الارهاب اللي هو كان بيهدد الغرب واللي هو ادى في 2001 الى سقوط برجي التجارة في امريكا في نيويورك والبنتاغون في واشنطن، كان احدى الوسائل او احدى الاقتراحات اللي كان بيبحث فيها مراكز البحث والتفكير في الغرب وامريكا انه اعادة تصدير الارهاب الى المنطقة التي ارسلته الى العالم، اي اعادة الارهاب الينا يعني. والوسيلة هي انها تخلق اوضاع غير مستقرة في هذه المناطق بحيث تتيح من خلال الثغرات في الاوضاع الغير مستقرة الى عودة هذه العناصر الارهابية، وبالتالي يبتعد خطر الإرهاب وتهديده عن الغرب وعن الولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة أنا أظن أن هم نجحوا في ذلك جزئيا، لأنه في النهاية هم سوف يتأثروا أيضا، لأن الإرهاب مهما كانت درجة محليته أو إقليميته إلا أن امتداداته الدولية عاجلا أم آجلا سوف تؤثر على كل المجتمع الدولي، وهو ده الرسائل اللي احنا بنحاول نرسل. يعني النهاردة لما يكون بعض الإرهابيين بيتلقوا التمويل وبيجي عن طريق بنوك في الغرب أكيد، ولما يكون بعضهم عنده لجوء سياسي في لندن على سبيل المثال أو مسموح لهم بالتجول في عواصم مختلفة في أوروبا دون ما حد بيستوقفهم، ده بيعطي أي رسالة؟ هناك أسئلة كثيرة، لأنه القرار بتاع مجلس الأمن نفسه 1973 اللي صدر لحظر فرض حظر جوي على ليبيا هو لم يعطي تصريحا بقصف المنشآت والبنى الأساسية في ليبيا. فهنا سؤال، كيف لم يعترض أحد على تدمير البنية الأساسية وتدمير مقومات الدولة في ليبيا لغير ضرورة عسكرية؟ يعني هناك أسئلة كثيرة. طبعا عايز أضيف سؤال من الأسئلة اللي احنا بنطرحها دي يا سيادة السفير، بخبرة حضرتك في الشأن الإفريقي، المنظمات الإفريقية على رأسها الاتحاد الإفريقي اللي عمل لنا حدوتة وجمد عضويتنا دي بعد الثورة بتاعتنا، دوره إيه في النزاعات والصراعات والإرهاب المتنامي في دول كثيرة أفريقية على رأسها ليبيا على سبيل المثال؟ كيف تتعامل هذه المنظمات الإفريقية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي سياسيا أو مع عضوية دولة زي ليبيا مثلا؟ برضو من المؤسف أن مجلس سلم والأمن في الاتحاد الإفريقي نشط جدا جدا لما بدأت ثورة 17 فبراير في ليبيا، ثم باقي التطورات بتيجي على الأجندة مجرد طرح عادي جدا جدا، مجرد تطور الأوضاع في ليبيا، تطور الأوضاع في ليبيا وليس ما يفعله الاتحاد الإفريقي في ليبيا. طبعا كده، لكن في النهاية الأثر اللي هو من الممكن يؤثر على الجوار الإفريقي في تأثيرات من الخارج من المجتمع الدولي، وهي بتؤثر على مراكز صنع القرار حتى داخل القارة الإفريقية وداخل الدول التي يعتد بها داخل الاتحاد الإفريقي. فبالتالي موجود هناك نوع من التواصل بيبين ايه هي القضايا المهمة اللي تهم الغرب وتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بترسل إشارات ورسائل واضحة إلى تلك المراكز. زي التدخل الفرنسي في مالي مثلا يبقى هو ده اللي مهم بالزبط نتكلم فيه يعني دلوقتي. في شمال مالي ممكن، إنما ليبيا ده دلوقتي في مؤتمر وطني وفي هي الديمقراطية برضو بقى فيها شوية دم بقى. مفيش مشكلة، لكن دولة زي مصر تعاني من مثلا تسرب السلاح نتيجة لهذه المشاكل الموجودة في شرق ليبيا مسألة لا تهمهم كثيرا، إنما هم يهتموا قوي إنه يبدأوا يفسروا تفسير تعسفي لما حدث في 30 يونيو في مصر مثلا، وده أكيد الاتحاد الإفريقي مش حر تماما، أو المراكز اللي هي بتصنع فيها القرار ما هياش حرة تماما في اتخاذ قرارات. وبالتالي أنا لومي على جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي برضو نقدر نقول إنه
منظمة وليدة عمرها أقل من عمر الجامعة الدول العربية، إنما جامعة الدول العربية اللي هي أساسا اهتمت جدا باتخاذ قرار بفرض الحظر الجوي على ليبيا، وعلى فكرة هي لم تأخذ نفس المواقف الجامعة نفسها في الموقف في تونس أو في مصر، الجامعة كانت صامتة، إنما في ليبيا خدنا قرار بسرعة واللي هو كان تمهيد لصدور قرار مجلس الأمن. الجامعة إيه موقفها مما يحدث في العالم العربي كله، وبعدين ليبيا اللي هي مجاورة لدولة مقر جامعة الدول العربية، ماذا فعلته، ماذا تفعله جامعة الدول العربية؟ فالحقيقة المسألة دي محتاجة إن احنا من اهتمامنا بالشعب الليبي، لأن ده علاقتنا به كمصر علاقة مهمة جدا، مش لأسباب اقتصادية، لأسباب عائلية وأسباب عاطفية وتاريخية، ليبيا ومصر متعاشقين. طيب. فمن المحزن أن نترك ليبيا بهذا الشكل، وأنا أتمنى أن مصر فعلا تعطي الاهتمام الكافي. عندي كلمة داب بقى سيد سفير، اسمح لي أقول أن حضرتك قلت من شوية أين الجامعة العربية، وهي معروف من مسماها الرسمي جامعة الدول العربية. نعم. وليست الجامعة العربية حتى على سبيل التجميع، ولكن هي جامعة الحكومات أو الدول العربية. نعم. المقصود أنه حال الجامعة هو حال كل الدول العربية، وبالأخص حال مصر، يعني بعد هذه الأزمات التي عاشتها مصر في السنوات القليلة مؤخرا، محتاجة أن هي تتعافى بتعافي كثير من الدول العربية وفي مقدمتها مصر. إذا كنت تتفق مع هذا الرأي نتجاوزه إلى نقطة اسمح لي نرجع ليها مرة ثانية، وهي السر فيما يحدث من إهمال للأوضاع في ليبيا. هل هو قاسم مشترك ما بين ليبيا وكثير من الدول العربية، ومنها مثلا العراق سابقا؟ يعني احتلال العراق جزء منه وأهدافه هو يعني أبار النفط. هل هذه المسألة هي مسألة يعني متحققة في ليبيا بنفس الدرجة؟ إلى حد كبير هي مجموعة عوامل. يعني النهاردة لما دولة بترسم استراتيجيتها، وأنا لا ألوم على الغرب لأنه هو بيدور على مصالحه، يعني لا ألوم عليه، إنما ألوم علينا وألوم على دولة كبيرة زي مصر، إن النهاردة لابد أنها تبدأ تلم الصف تاني. طبعا إحنا لينا ظروفنا، لكن أنا أتمنى يعني أن يبدأ رمانة الميزان تاني تشتغل عشان توزن الأوضاع في هذه المنطقة. بدون شك البترول مهم جدا، الإرهاب وإعادة تصديره لنا ده عنصر تاني، عنصر تالت اللي هو تفكيك هذه المنطقة بحيث يوفروا لإسرائيل الوجود الآمن لقرنين من الزمان مثلا. يعني هي لو كل الدول هتفكك إلى دويلات بمقاس قطر كده، يبقى اسرائيل يعني هو ده الحاله ما شاء الله. هي السفيره تتفكك يعني لا قدر الله لدول كده هاديه ومستقره، ما هي تبقى دول مولعه. بالضبط، لانه هناك ايضا ما يعد وما يحاك لهذه المنطقه من صراعات على خطوط تماس عرقيه، كرد ده شيعة ده، وخطوط تماس دينيه ومذهبيه، سنة وشيعة. لا، والسنة داخل مدارس السنة، لو تنظر إلى المشهد في ليبيا أو في سوريا، هناك سني لا يعترف بسني وسني أكثر. بس احنا لو فكرنا بالطريقة دي، تسمح لي أستاذ سفير وعودة لنفس الموضوع، بما أنه عنوانه هو إعلان الحكومة الليبية للحرب على الإرهاب، فكان سؤالي لنا يعني كنت منتظر أن أنا أختم به أو قرب ختام لقائنا مع حضرتك. نعم. هو مستقبل هذا الإعلان، يعني واضح من الكلام اللي احنا قلناه انه مستقبل هذا الإعلان واضح انه ما فيش حسم للإرهاب في ليبيا، وانه مستقبل ليبيا الى أسوأ. طبعا لو بتكلمني عن امنياتي ان قرار الحكومة ده ينجح طبعا، ولو في وسيلة مصر ممكن تساعد بيها الحكومة الليبية، انما الواحد لابد ان يكون واقعي ويقرأ المشهد كما هو وبمعطياته الموجودة، وإلا هنقع في خداع النفس. ليبيا محتاجة لشغل كبير كتير جدا 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 من محيطها الإقليمي وفي القلب منه مصر، ومن المحيط الدولي، ولا بد أن الأمم المتحدة يكون ليها دور، أن قوات لحفظ السلام أو معونات لبناء البنية الأساسية للدولة اللي هي قامت بعض أطراف المجتمع الدولي بهدمها، لابد أن يعود مساعدات للشعب الليبي نفسه عشان تنقذه من هذا المآل اللي أصبحت فيه مجموعة ميليشيات هي اللي بتتحكم في المشهد كله، وبتؤثر ليس فقط على الأوضاع في ليبيا وإنما على الجوار كله، يعني وإحنا مصر أكثر المتضررين. صحيح. فلابد، أنا أتمنى أن الحكومة تنجح، ولو كان في حاجة حكومتنا ممكن تعملها لمساعدة الحكومة الليبية لابد أن نبادر بذلك، لكن قراءتي الواقعية للمشهد شايف لا، يعني لسه قدامنا مشوار طويل جدا جدا، محتاج لجهد
داخل ليبيا ومن محيطها الإقليمي ومن محيط الدولي أيضا. نهاب نشكرك سيادة السفير، شرفتنا، وشكرا على رؤية تحليلية للأحداث حتى وإن كانت تشاؤمية شوية، لكن احنا ننتظر نقول واقعية ما ستقول إليه الأحداث بكل تأكيد. هنخرج لفاصل بعدين نرجع لوقفتنا الحوارية الثانية والمعنية بموضوع القانون لمكافحة غسيل الأموال وبعض التعديلات اللي أدخلت على أحكامه. أثارت مخاوف لدى البعض الآخر، جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب بما يساعد على تكثيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر الأموال أو الأسلحة أو المعلومات بقصد استخدامها كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج. ويرى الاتجاه المؤيد أنه حان الوقت لكي تعمل وحدة مكافحة غسل الأموال ويفعل القانون لحماية مصر من الإرهاب، موضحة أن تدفق الأموال من الخارج يسهم في زيادة تمويل أعمال الإرهاب، وهو ما يجب التصدي له من خلال تغليظ العقوبات الواردة فيه. إلا أن الاتجاه المحذر أشار إلى أن تجديد عقوبات القانون ربما يكون لها أثر سلبي على معدل الاستثمار، بالإضافة إلى أن القانون إذا لم يفعل بإجراءات رقابية وتقييمية سيفتح ذلك الباب لعودة بعض المظاهر القديمة، منها جمع أموال من المواطنين في الشوارع بدعوى أعمال مجتمعية أو خيرية، مع أهمية تجديد القانون والرقابة على الأموال في البنوك، خاصة وأن جانبا كبيرا من الاقتصاد في مصر غير رسمي. إجراءات متتابعة تسعى من خلالها الحكومة تضييق الخناق على منابع ومصادر الإرهاب كافة، ورغم التحدي الزمني والمادي إلا أنه الملف الأبرز الآن على طاولة الحكومة. طبعا موضوعنا في هذه الوقفة الحوارية هو القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال 20 لسنة 2002، وهي المواد المتعلقة بدعم الإرهاب وتمويله. مستقبل هذا التعديل على دعم الإرهاب من عدمه على مستقبل الاستثمار في مصر، وهل هينجح في تكثيف منابع الإرهاب بالفعل ومش هيكون له تأثير سلبي على حالة الاستثمار في مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه أكتر مع ضيوفنا الكرام، سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث الأموال العامة سابقا. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بك أستاذ أيمن. وأيضا الأستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي. أهلا بك أستاذ حمدي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. خلينا نبتدي مع حضرتك معلومة كده تاريخية قبل إدخال هذه التعديلات على قانون غسيل الأموال. التعامل في مصر مع مكافحة غسيل الأموال كان بيتم إزاي؟ كان في حالات كثيرة نسبيا بتمسك فيها ناس أو بيتم القبض على ناس بيدخلوا في عملية تبييض زي ما بيقولوا أو غسيل الأموال. هو قانون غسل الأموال مش غسيل، يعني هو غسل الأموال أو تبييض الأموال كترجمة للقانون اللي هو أمريكا فرضته على الأمم المتحدة وفرضوه على دول العالم. إحنا إن الدولة عملت القانون رقم 80 مش 20 80 عفوا 80 لسنة 2002 ودخل مجلس الشعب وأنا نائب في 2003 واعتمد في 2003 وأعقبوا بعد كده اتفاقية مكافحة الفساد 2003 ودخلت مجلس الشعب. يعني قبل 2003 يا فندم ما كانش عندنا قانون لغسل الأموال ودخل بالعافية، يعني ما كانش حد عايز يعمل نظام غسل الأموال في مصر خالص. طب ليه بالعافية دي يا ست اللو؟ ليه بالعافية يعني؟ لأن ما كانش كان في ضغوط يعني؟ كان في ضغوط إن في ناس يعني بتستفيد من هذا. احنا دلوقتي عندنا 12 جريمة اللي يتعامل فيهم يبقى بيعتبر أو عايز ينظف نفسه بيعمل عملية الغسل دي.